بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي. إن شاء الله النهاردة بنتعامل مع مناقشة إجابة النموذج الاسترشادي من وزارة التربية والتعليم. بس في البداية اسمحوا لي أقول كلمة صغيرة. في بعضكم يا جماعة بيفهم إن يعني أنا مثلا لما بحط إجابة حاجة بتهيأ له إن هي ديت مدعاه لإن هي غش. لأ، الموضوع مش زي ما أنت فاهم خالص. هي لما بحط لك إجابة بتبقى يعني زي مناقشة للإجابات على أساس إن أنت تتدرب على الامتحان. يعني الوزارة مثلا منزلة نموذج استرشادي زي اللي احنا نتعامل معاه، فديت بس على اساس ان انت ايه تفهم نظام الامتحان ازاي وتحاول تحل زيه، ويبقى ايه مناقشة زي مناقشة جماعية كده. نقول بسم الله. Choose the correct answer from A, B, C or D. Number one, space, the truth. الحقيقة is a virtue. تروس يعني الحقيقة، فيرتشو يعني فضيلة. طيب دي حاجة كويسة. نيجي هنا بقى في الفراغ ده المطلوب مني ايه؟ هنا speaking اللي هو التحدث او قول الحقيقة، ومعروف ان احنا ممكن نبدأ الجملة بالاي ان جي وتعتبر هي اللي تبقى عاملة زي المبتدأ بتاع الجملة، قول الحقيقة لايقة. طب نشوف الباقيين. speak ده verb مش مطلوب مني. speak the truth is، لا مش مطلوب مني ان انا احط فعل، انا هنا محتاج اللي هو ايه الاي ان جي. طب speaks برضو فعل. spoken past participle التصريف الثالث مش محتاج. يبقى الاجابة عندي هنا ممكن تكون، مش ممكن ده هي اكيد، تبقى speaking. تمام. Number two. Is the energy that exists between people when they feel seen, heard and valued. Valued without judgment. الطاقة والنشاط اللي بيبقى موجود بين الناس لما بيكونوا حاسين ان هم شايفين بعض، سامعين بعض، مقيمين بعض بدون حكم عليهم بكده. ده احنا هنا في الاختيارات عندي بتكون ايه؟ connection اتصال او تواصل، explanation شرح، collaboration تعاون، information. تمام، بدم في هنا seen وheard وvalued كده، يبقى الاجابة عندي ممكن تبقى ماشية كده جميلة جدا، connection تواصل. I propose. propose يعني عاملة زي suggest يقترح. الفعل ده لو انا مفيش هنا فاعل، لو انا بقترح عمل انا اعمل كذا، ممكن اجيب حاجة من اتنين. ممكن اقول I propose to do something. يعني مثلا بقول I propose to buy a shirt. ممكن propose يجي وراها ing، لكن في الحالة اللي قدامنا لما يكون في ذات وجملة يبقى هنا بنجيب حاجة من اتنين، يا اما الفعل، يعني اقصد الفعل، يا اما بيكون should والمصدر، يا اما المصدر بدون to. يبقى هنا الاجابة بتاعتي تمشي ايه؟ I propose that you بي دي مصدرية. تمام تمشي معانا. طب هنا is متصرفة، are متصرفة، where متصرفة، احنا عايزين اللي هو pair infinitive اللي هو المصدر المجرد او بدون to. I propose that you be present at the meeting. يعني بقترح ان انت تكون حاضر في الاجتماع. social and economical equity. equity اللي هي العدل. العدل
الاقتصادي او المساواة الاقتصادية والاجتماعية، العدل is a necessary condition، هو الشرط الضروري جدا for achieving، لتحقيق development، تنمية. طيب التنمية عندي هنا انا محتاج لها adjective، صفة. محتاج تنمية ايه؟ sustainable، المستدامة، شغالة. economical، اقتصادية، ما بيتكلمش على الاقتصادي بس. historical، تاريخي، مش ماشية هنا معايا. ecological، البيئي. لا، يبقى الإجابة السليمة ممكن تكون sustainable. misbehave ده verb، فعل بمعنى يسيء التصرف with anyone، فهنا ده فعل. ممكن الفعل ان انا استخدمه اللي هو الامر المثبت misbehave، طبعا ما فيش حاجه اسمها سيء التصرف معه، لا هنا لايقه معايا قوي وانا بنفي الـ الـ الامر، اقول له ايه؟ don't misbehave with anyone، don't misbehave، لا تسيء التعامل مع او لا تسيء التصرف مع اي حد. I am not certain، انا لست متاكد. Our guests، ضيوفنا، will arrive before I am informed by my mother. I am not certain، انا مش متاكد. نشوف ايه اللي ماشيه مع الجمله بتاعه ضيوفنا هيوصلوا قبل ما ماما تقول لي، يبقى what time. What time ماشيه جميله جدا اهي. What time. I am not certain what time our guests، يعني اي وقت. هنا by which، how far، لأي مدى. why then، ليه عند إذن. طبعا اللي ماشية ولايقة معايا هي what time. I bought a house، the river، beside the river، بجوار النهر، on the river، على النهر. بس طبعا لما بنقول على النهر بتبقى by، ده مجاور للنهر طبعا، بتبقى ماشية زي beside كده. طيب نكمل، to the river، إلى النهر. next the river، لا هي لو كانت next to على طول كانت تبقى يعني قريب. هنا الإجابة السليمة بتاعتي beside the river، بجوار النهر، اللي هي بتساوي by. the wooden، wooden صفة بمعنى الخشبي، was her last gift، كانت آخر هدية لها، to her people، لشعبها، and their new family، وأسرتها الجديدة، وعضو أسرتها الجديدة، يبقى لناسها وعضو أسرتها الجديدة. هنا بقى إيه اللي يكون مصنوع من الخشب في دول؟ تعال نشوف مع بعض كده. pearl، pearl، pearl دي يعني برميل. طب ماشي، خلاها في حساباتنا. flood، فيضان. بلت، حزام. شادو، ظل. ايه رأيكم؟ تمام، ممكن تبقى بيرل، اللي هي برميل خشبي. fill in the missing gaps with the suitable word، طبعا النصيحة اللي هي في املاء الفراغات بتقرأ القطعة على بعضها كويس جدا قبل ما بتاخد القرار في الإجابة. بعد كده بتبتدي لما بتفهم عموما، بتبتدي ان انت تحط بقى ايه اللي هي الكلمة المناسبة، سواء كانت verb او adverb، فعل او حال او preposition او الخ. القطعة ديت هو في النموذج مديني الاجابات بتاعتها، هنحل الاول مع بعض وبعدين اظهر لك الاجابات حالا. Is it an effort to live piped alone؟ هل هو جهد ان انت تعيش على الخبز لوحده؟ bread is necessary but it's only so that you can، ويكمل الجملة، but it's needed، but it is needed only، ولكنه مطلوب. الإجابة عندي بتظهر هي مطلوب، so that you can sing a song، تغني أغنية، reading a poem، enjoy reading a poem،
تتمتع بقراءة قصيدة. paint a picture، ترسم صورة. bread is needed، هو مطلوب الخبز، but only as a means، ولكنه مطلوب كوسيلة. means هنا بمعنى وسيلة. bread، للأسف بقى في الجملة الأخيرة بيقول لي bread the means into the end، يعني has turned، أو هنا المناسبة إيه؟ has turned، يعني إيه؟ حول الوسيلة إلى غاية. وطبعا إن أنت بتراجع بعد كده الكلام بتاعك. بالنسبة للـ comprehension أو الـ passage، بتقرأ القطعة كويس جدا، بتفهمها هي عن إيه، وبتبتدي بعد كده تشوف الإجابات اللي أنت عايز تحطها. هقرأ القطعة معاك المرة دي كده، نشوف مع بعض. Mental and physical health professionals، اللي هم المنتهمين أو المحترفين، اللي هي الصحة الجسدية والعقلية، المتخصصين في المجال ده يعني، may consider referring، يضعوا في الاعتبار إحالة referring إحالة clients and patients، العملاء أو المرضى. وفي كلا الحالتين العميل بتاع اللي هو إيه، اللي يكون تعبان صحيا وكده، هو المريض يعني. تو بيحلوه إلى إيه؟ تو a music therapist، معالج بالموسيقى. For a number of reasons، لعدة أسباب. It seems، هذا الحالة ده هي seems a particularly good choice for the social worker، اللي هو الأخصائي الاجتماعي. ده يبقى اختيار جيد جدا، خاصة للأخصائي الاجتماعي who's coordinating، اللي بيقوم بتنسيق a client's case، حالة العميل. عميل هنا طبعا اللي هو الحالة اللي عندنا اللي هي المريض يعني. Music therapists use music to establish a relationship with the patient. المعالجين بالموسيقى بيستخدموا الموسيقى لإقامة علاقات مع أو علاقة مع المريض، and to improve the patient's health. بعد كده الهدف منها اللي هو إيه؟ تحسين الصحة بتاعت المريض. Using highly structured musical interactions، قطع موسيقية جدية للتفاعل. Patient and therapist may sign، sorry، may sing، ربما يغنوا المريض والمعالج اللي هو بالمزيكا، ممكن يغني، ممكن يغنوا مع بعض. play instruments، يعزفوا على الآلات الموسيقية. dance، compose، or simply listen to music، أو على الأقل يسمعوا المزيكا سوا. the course of training for music therapists is comprehensive، التدريب للمعالجين بالمزيكا شامل. In addition to formal musical and therapy training، التدريب الموسيقي والعلاج، الناس اللي هم المتخصصين يعني الكورس بتاعهم بيشمل ايه كمان؟ music therapists are taught، بيتعلموا to discern، discern يعني يحددهم او يبينوا what kinds of interventions، ما انواع التدخلات، يقصد التدخلات بالمزيكا يعني، will be most beneficial for each individual patient، لكل مريض على حدة. because each patient is different، كل مريض مختلف، and has different goals، وله أهداف مختلفة، يعني بتختلف حالات الحالات من كل مريض أو من مريض لآخر. the music therapist must be able to understand the patient situation، الثيرابيست المعالج بالمزيكا يجب أن يكون قادرا على أن يتفهم حالة المريض، and choose the music and activities، ويختار المزيكا والأنشطة that will do the most toward helping the patient achieve his or her goals، يعني يختار المزيكا المناسبة له. the referring social worker،
الأخصائي الاجتماعي المحيل اللي هو بيحول الحالة دهيت للمعالج بالموسيقى can help this process، ممكن يساعد هذه العملية وهو بيحيل المريض يعني by clearly communicating، هي في القطعة الأصلية يا جماعة articulating اللي هو يوضح عن، هما هنا استبدلوها بكلمة communicating في اللي هو النموذج بتاع الوزارة يعني، إنما في القطعة الأصلية articulating ما علينا، بتوضيح حالة العميل اللي هو المريض. Although patients may develop their musical skills، بالرغم من ان المرضى ممكن يتحسنوا او يحسنوا من مهاراتهم الموسيقيه، that's not the main goal of music therapy، يعني مع ان ده مش الهدف الاساسي ومش جايين عشان يتعلموا مزيكا. Any client who needs particular work on communication، محتاج بقى ايه يعني، يعني اي عميل بيبقى محتاج عمل خاص في التواصل، بيحتاج يحسن التواصل، or on academic emotional عاطفي and social skills، المريض بيبقى جاي عشان يحسن الحاجات دي. And who is not responding to traditional therapy، يعني اللي ما بيبقاش يعني اللي بيلجأ للمزيكا ده او العلاج بالمزيكا اللي هو ما بيستجبش للعلاج اللي هو التقليدي، is an excellent candidate for music therapy. بعد ما قرينا القطعة بنبتدي نبص مع بعض على الإجابات أو الأسئلة عشان نشوف الإجابة السليمة. Which of the following would be the most appropriate title for this passage؟ هو عايز يختار عنوان مناسب للقطعة دي. نبص كده مع بعض وانتوا معايا. What social workers need to know about music therapy؟ شوف كده ديت ايه اللي الاخصائيين الاجتماعيين محتاجينه عشان يعرفوا عن المزيكا، خلاها في حساباتنا. How to use music to combat depression، ازاي نستخدم المزيكا في علاج الاكتئاب. Training for a career، تدريب لمهنه في المزيكا او مجال اللي هو العلاج بالمزيكا. The social worker as music therapist، الاخصائي الاجتماعي كمعالج بالمزيكا. طبعا هنا دي مستبعده خالص لان السوشيال وركر هنا هو اللي بيحيل الحاله الى ميوزك ثيرابيست، ودي التريننج لا هي الاجابه السليمه بتاعتي ممكن ده، لان هي اصلا القطعه بتدي معلومات للسوشيال وركرز اللي هم الاخصائيين الاجتماعيين عن المزيكا، حتى هو بيدي تاريخ العلاج والبتاع دوت بتاريخ المريض للمعالج ويقول له الحكايه ايه بالظبط، فهي دهيت وات سوشيال وركرز، ايه اللي محتاجينه الاخصائيين الاجتماعيين تو نو اباوت ميوزك ثيرابي عشان ينسقوا مع بعض. هنا بيقول لي انسر ذا فولوينج كويستشنز، كومبير ذا تراديشنال ثيرابي تو ذا ميوزك ثيرابي، اللي هو اللي عايز اتنين بس مقارنتين بس بين العلاج اللي هو الطبيعي والعلاج بالمزيكا، وبقول لك اتنين كفايه. هنا لما تبص تلاقي العلاج اللي هو بالمزيكا عشان يستخدم في ايه؟ بص هنا ممكن نقول to improve social skills، ممكن to improve او develop emotional skills او communication skills او academic skills، هو بيقول لي اتنين كفايه ماشي. بعد كده بنبتدي نشوف ترجمه translate into Arabic، الترجمه من اللغه الانجليزيه الى اللغه العربيه. طبيعي جدا يا جماعه اي سؤال بنحله اقرا الجمله او الجملتين كويس جدا، افهم معناهم علشان تعرف تعمل عمليه اللي هو جيسنج اللي هو التخمين لكلمه معينه. هنا بيقول لي child health، صحه الطفل and education وتعليمه go hand in hand، يعني يدا بيد، يعني نقول ايه صحه الطفل وتعليمه متلازمان او يسيران على قدم المساواة، أو صحة الطفل والتعليم متلازم للطفل متلازمة.
فالأطفال children who are hungry، فالأطفال الجائعون مالهم بقى؟ cannot concentrate، لا يستطيعون التركيز. and thus وهكذا cannot learn، لا يستطيعون التعلم. Translate into English. قال جورج أوريل إن الكاتب لكي يكتب عملا جيدا يشترط أن يكون لديه شيء ليقوله وأن يقوله على أفضل وجه. برضو بنخلي بالنا يا جماعة، بعد ما أنت فهمت كويس جدا بتبتدي بقى أن أنت إيه تكتب. فمع بعض كده، جورج أوريل، الاسم طبعا بيبقى حسب السماع، جورج أوريل said. هنا ممكن نفتح قوس وممكن نقول ذات، أن وما نعملهاش، يعني ممكن نفتح قوس ونعملها زي الكلام اللي هو المباشر. طيب نروح، لو احنا فتحنا قوس هنروح قايلين ايه؟ ان الكاتب في جملة اعتراضية لكي يكتب عملا جيدا، ممكن احنا نعملها ازاي؟ ممكن نقول، نبدأ على طول كده، هو اخلي كده ان الكاتب واربطها مع الجملة التانية، بشوف هنبدأ ازاي. جورج اوريل said to write، لكي يكتب a good work، ونعمل كوما ونروح قايلين، نجيب بقى سيرة الكاتب اهو، the writer الكاتب must have something to say، اهو to write a good work the writer must have something to say and وأن يقوله على أفضل وجه and say it best وأن يقوله على أفضل وجه. أشكركم على حسن استماعكم، وزي ما اتفقنا يا شباب إن الحلول اللي احنا بنقولها هي الهدف منها هو التدريب على إزاي نحل في الامتحان. أشكركم على حسن استماعكم، و تحياتي مستر جلال حسين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.